بشكل رسمي خلاص صدرت حركة المحليات واللي شمل التعيين ونقل 125 قيادة في عدد كبير من المحافظات. الهدف من ده ايه؟ ضخ دماء جديدة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. معانا على التليفون دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عشان نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا استاذ محمد، صباح الخير على حضرتك وعلى الاستاذه منى وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. فندم اهلا بيك يا فندم. دكتور خالد، عايزين نعرف في البدايه السبب في هذا التغيير، وتوضح لنا ما اشتملت عليه حركه المحليات من قرارات واللي صدرت بشكل رسمي. يعني خليني اقول لحضرتك، هو فعلا الحركه دي من اكبر الحركات اللي ضمت اولا تصعيد 67 زميل وزميلة على مستوى المحافظات المصرية. احنا بنتكلم في تقريبا 25 محافظة مصرية، يعني كل المحافظات، يعني 25 محافظة من 27 محافظة مصرية، 125 قيادة. ال 125 قيادة منها ترقية ونقل ل 67 قيادة، منهم رئيس مركز ومدينة وحي بالمحافظات، كمان تعليق وتصعيد 4 رؤساء مراكز لكي يصبحوا سكرتير عموم مساعدين، بالإضافة إلى طبعا 8 سكرتير عموم، بينهم سيدة الأستاذة نجوى العشيري لسكرتير عام الغربية، وهي من القيادات النسائية يعني المتميزات على مستوى التنمية المحلية، هي وزميلتها سواء في اسكندرية أو في أسوان أو في غيرها، من أو في الدقهلية أو غيرها، لأنه إحنا عندنا عنصر نسائي متميز على مستوى قيادات الإدارة المحلية. لكن خليني أقول لحضرتك كمان، هناك يعني 58 قيادة جديدة وفقا للإعلان رقم 21، واللي حصلوا على اللي تقدم له ما يزيد عن 2800 متقدم، فاز منهم ال 58 قياده دولت، حصلوا على مدى العام الماضي على تدريب عالي المستوى سواء في المركز تدريب التنميه المحليه في سقاره او في الاكاديميه الوطنيه للتدريب، وحصلوا على تدريب كمان نظري وتدريب عملي على مستوى الارض في المحافظات. وكمان من الأهمية بمكان يعني بعد اعتماد دولة رئيس مجلس الوزراء للحركة أمس وإعلان معالي الوزير اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية عنها، أكد معالي الوزير للقيادات الجديدة عبارة شهيرة، اللي هو منزلوا الشارع وحسنوا التعامل مع الناس وحلوا مشاكل المواطنين، لأن الهدف الرئيس من هذا وذاك من ضخ دماء جديدة أو ترقية المتميزين والمتميزات هو ان احنا نحسن من جودة اداء الخدمات الادارة المحلية وتحقيق التنمية المحلية على مستوى المحافظات المصرية. وده طبعا نيجي في الاول ونقول ان ده بناء على توجيهات القيادة السياسية في تطوير اداء العمل الادارة المحلية، واللي ده مطلبنا كلنا كمواطنين في على مدى السنوات الماضية. وخليني اقول لحضرتك ان ده رابع اعلان تصدر نتيجته، واحنا هذا العام ايضا اصدرنا اعلان لقيادات جديدة كمان، لان احنا عندنا خطة لتجديد الدماء وإحلال عناصر اللي بتخرج محلها، عناصر متميزة عندها خبرة في العمل الميداني وفي العمل القيادي، وبرضو ده بنشجع العاملين على حسن الأداء للأعمال المكلفين. طيب خليني أقطعك يا دكتور وأسأل حضرتك سؤال، القيادات اللي تم نقلها، دكتور خير حضرتك سمعني، القيادات اللي تم نقلها لمكان آخر وتم ترقيتها بعد النقل، ليه اتنقلت؟ ليه ما استمرتش في مكانها؟ الهدف ايه؟ يعني اعتقد ان هو لو حد قبل بلاء حسن في مكان يستمر فيه، ولا كان الهدف ان الناس تجرب اماكن جديده وتشوف الاستراتيجيه اللي طبقتها وتطبقها في اماكن مختلفه؟ خليني اقول لحضرتك ان اللي بيتماس مكان على مدى زمني ده من الاهميه بمكان ان يحصل نوع من انواع تدوير الكفاءات والاستفاده من هذه الكفاءات في الاماكن اخرى، وبالتالي انت حضرتك بتشتغلي على الاماكن اللي بيروحها كل قياده،
انه يتم الاستفاده من هذه القياده في المكان الجديد، وكذلك الامر اكساب القياده دي خبره جديده لاماكن اكتر، لان هو برضو اللي بيترقى ويبقى مثلا رئيس مركز ومدينه. يعني احنا نقلنا ناس من اسكندريه وديناها كفر الشيخ، ونقلنا ناس من 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 خارج القاهره نقلناهم الى القاهره، ونقلنا ناس متميزين من مثلا المعادي زي اللي هو احمد موده مثلا وديناه في مدينه نصر الى غير ذلك من الكفاءات. لان كفاءه زي مثلا اللي هو شاكر من اسيوط جبناه الجيزه، كفاءه ثانيه اللي هو علاء بدران من الجيزه راح اسيوط. ده تدوير الكفاءات دي، انت حضرتك بتفيدي الاماكن اللي هم بيروحوها في العمل ده. ده تاني يعني ده شيء مهم جدا من الاهميه بمكان ان احنا على مستوى ملفات، احنا بنتكلم في 32 ملف بيهم المواطن المصري من اول ما يقوم من النوم لغايه لما يرجع ينام تاني في حياته اليوميه. فهذه القيادات اللي احنا بنعمل لها تدوير دي بنستفيد منها في الاماكن الجديده اللي هم بيروحوها، وكذلك بنفيدهم في نفس الوقت. خليني اقول لحضرتك انه معالي الوزير طلب من كل القيادات الجديده في لقائه معهم الاعداد للحركه السنويه دي بقى بذل اقصى الجهد خلال المرحله الحاليه والقادمه عشان ينفذوا ويتابعوا توجيهات القياده السياسيه وتكتيكات سياده الرئيس ودوله رئيس مجلس الوزراء فيما يختص كمان بالعديد من الملفات، من بينها وعلى راسها ملف المبادره الرئاسيه حياه كريمه. كذلك الامر التصدي طبعا الحاسم لكل المخالفات، سواء التعدي على اراضي الدوله او املاك الدوله او البناء العشوائي، كل هذه المخالفات ازاله اي تعديات في المهد والاستفاده من المنظومه الجديده للمتغيرات المكانيه، ويهتموا كمان بالعديد من الملفات وعلى راسها ملف النظافه ورفع التراكمات والمخلفات اليوميه. كذلك الامر الحفاظ على مظهر الحضاري للشارع المصري من خلال رفع اي اشغالات بالشوارع تعيق حركه المرور للناس، وغيرها من ملفات عمل الاداره المحليه على ارض الواقع، وده لتسجيل اي تحديات ممكن تقابل عمليات الانتهاء من اي مشروعات، خاصه المشروعات اللي ممكن تكون مستهدفه وبتنعكس بشكل مباشر وضحت النقطه دي، الخدمات اللي بتتقدم لاهلنا على مستوى المواطنين على مستوى المحافظات المصريه، ليس المنطقه المركزيه فقط ولكن بدءا من المناطق الحدوديه وصولا الى المحافظات الساحليه وما بينهما الدلتا وصعيد مصر. عظيم. دكتور خالد، في ناس زي ما حضرتك ذكرت تم نقلهم من مكان لمكان، فاحنا عارفينهم وعارفين طبيعه شغلهم وطرق تواصلهم مع الناس ومع المواطنين. بالنسبه للناس الجديده اللي تم اختيارها، هل اهتمينا بهذه النقطه تحديدا؟ لانه دايما احنا عارفين انه بيكون في طلبات للمواطنين عايزين يتواصلوا مع المسؤولين مش عارفين يتواصلوا ازاي، او في بعض القاده مثلا في السابق ما كانش بيبقى عندهم الطرق التواصل مع المواطنين، بيسهلوا الطرق مثلا، عندهم طرق سواء التواصل من خلال التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، او من خلال مكاتبهم او جولات ميدانيه هم بينزلوا يعملوها، فهل راعينا هذا البعد؟ اكيد يا فندم، يعني واشكر حضرتك على الملاحظه الهامه دي، لانه من الاهميه بمكان، وزي ما اكد مع الوزير هشام امنه على القيادات دي، قال لهم التواجد في الشارع وسط المواطنين هو من اهم عناصر العمل الميداني. لان كما تعلم حضرتك عملنا في الاداره المحليه بتضمن شق مكتبي، والشق الاكبر هو على مستوى الشارع والتواجد في وسط المواطنين. طبعا الصفحات بتاعه الاحياء بيكون في تواصل دائم وفي زملاء قاعدين عليها بشكل دائم. كذلك الامر فيما يتعلق بديوان عام وزاره التنميه المحليه على مستوى المحافظات المصريه كلها، خليني اقول لحضرتك مبادره صوتك مسموع، واللي نزلت لاشراك من 4 سنوات لاشراك المواطن المصري في مكافحه اي نوع من انواع الخلل في العمل الاداره المحليه او فساد لا قدر الله. كذلك الامر اشراكه في اداره شان الاداره المحليه، عشان كده احنا مبادره صوتك مسموع صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع او رقم الواتساب 011 50 60 67 83، او الايميل ادرس بتاعنا اللي هو info@mld.gov.eg. ده تواصل لحظي مع كل المواطنين، وده التواصل الـ 4 آليات بتاعت السوشيال ميديا دي حضرتك
كلنا وعلى رأسنا معالي الوزير بنطلع على ده، لأن احنا كلنا مربوطين على شبكة واحدة وكلنا بنشوف حركة الاستجابة الفورية أو الاستجابة السريعة لمجموعة الشكاوى اللي بتجينا، لأن احنا عندنا مجالات لتلقي الشكاوى، سواء كنا بنتكلم على مكافحة إشغالات أو على مشكلات القماء النظافة أو على مشكلات التعدي على أراضي الدولة أو المشكلات الخاصة وضحت النقطة دكتور عنده مشكلة في كرة حياة كريمة أو حاجات خاصة بمخالفة مثلا أي حد لتسعير الركوب فيما يتعلق بالمواصلات العامة على مستوى المحافظات المستوى. فعلشان كده بقى في مجال أنه يبقى في تواصل لحظي بينكم وبين المواطنين علشان يقدروا يوضحوا مشاكلهم. كل الشكر ليك الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أهلا وسهلا بك.